جاءني شاب قبل مدة قال لي أنا في رأيي، هاي كلمة معروفة، أنا في رأيي، مثل واحد يروح للطبيب اللي درس 30 عام 20 عام يقول أنا رأيي هالشكل، ما إلى حق. قال لي أنا رأيي فلان شيء محرم ما يجوز، مو زين واحد يسوي هذا العمل. طبعا شاب طيب، طيب القلب. قلت له أنت رأيك هذا العمل محرم، شيء من الأشياء، زين أنت مجتهد؟ قال لا، عمل يمارسه بعض الناس، قال في رأيي هذا محرم ما لازم يسووه. قلت له أنت مجتهد؟ درست الفقه والأصول ووصلت إلى مرحلة الاجتهاد؟ قال لا. قلت له زين أنت تتمكن تقول أنا ما أسوي هذا العمل؟ لأن هو مو واجب، عمل مستحب من المستحبات، أنا ما أسوي هذا العمل ما يخالف، ولكن أن تقول أن هذا العمل محرم كيف تفتي وأنت لا تملك الأرضية اللازمة للفتوى؟ الحقيقة واحد ما يتمكن يحكم، وإنما يجب أن يكون دقيقا في كلامه، يجب أن يكون دقيقاً في فكره أيضاً. هاي المعلومات اللي عندنا، ما هي الضمانة الشرعية لصحة هذه المعلومات؟ إذا لم تستند إلى حجج الله ومن عينهم حجج الله وهم مراجع التقليد، هذه الفكرة اللي أحملها، من يضمن لي سلامتها وأكون بريء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى.